الرسول عليه الصلاة والسلام، نقرأ الحديث ثم نكمل بإذن الله. يعني الحديث سنبدأ أول إشي من مسند عمر في الحديث عن ابن جرير يعني الطبري المحدث، يقول عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لعدوهم قاهرين، لا يضرهم من خالفهم إلا ما أصابهم من لأواء، فهم كالإناء بين الأكلة حتى يأتيهم أمر الله وهم كذلك. قالوا: يا رسول الله، وأين هم؟ قال: ببيت المقدس وأكناف بيت المقدس. يعني الراوي أبو أمامة الباهلي، وهذا الحديث يعني خلاصة حكم الحديث أن إسناده صحيح. نقرأ حديث آخر أيضا إخواني من مجمع الزوائد أو مجمع الزوائد عن الهيثمي، جاء فيه، وهذا الحديث خلاصة حكمه أن رجاله ثقات. جاء في الحديث: لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أبواب دمشق وما حوله وعلى أبواب بيت المقدس وما حوله، لا يضرهم خذلان من خذلهم، ظاهرين على الحق إلى أن تقوم الساعة. يعني هذه صيغة أخرى من الحديث. وأيضا في مجمع الزوائد في حديث أو في صيغة أخرى أيضا خلاصة حكم الحديث أن رجاله ثقات، وعن أبو أمامة الباهلي جاء فيه الله يجزيك الخير، توقع الله يرضى عنك: لا تزال طائفة من أمتي على الدين ظاهرين لعدوهم قاهرين، لا يضرهم من خالفهم إلا ما أصابهم من لأواء حتى يأتيهم أمر الله وهم كذلك. قالوا: يا رسول الله، وأين هم؟ قال: ببيت المقدس وأكناف بيت المقدس. يعني هذه ثلاثة صيغ، صيغة في مسند عمر، وصيغتين في مجمع الزوائد، وفي مجمع الزوائد، وهذه الصيغ الثلاثة التي ذكرتها يعني أنا انتقيتها، لأنه جاء فيها أنهم في بيت المقدس وفي أكناف بيت المقدس في الصيغة الأولى والثالثة. في الصيغة الثانية تتكلم أنهم في الشام وأبواب الشام وفي بيت المقدس وعلى أبواب بيت المقدس. طيب، هلأ هناك صيغ كثيرة من الحديث نفسه في كتب الحديث، ومنها ما جاء في صحيح مسلم وصحيح البخاري وتحمل نفس المعنى، ولكن دون أن تذكر أنهم في بيت المقدس. نقرأ عليكم من صحيح مسلم، جاء في صحيح مسلم أنه: لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله، لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرين على الناس. هذه صيغة. وهناك صيغ أخرى أيضا في صحيح البخاري، على سبيل المثال نقرأ من صحيح البخاري، يقول: سمعت النبي، يعني الراوي الذي يروي هو معاوية ابن أبي سفيان، يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله يعطي، ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله، لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. وفي رواية أخرى أيضا في صحيح البخاري جاء فيها: لا يزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتيهم أمر الله وهم على ذلك. وأيضا إخواني جاءت صيغ أخرى من الحديث، فمثلا في صحيح الترمذي يروي قرة بن إياس المزني يقول: إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم، لا تزال طائفة من أمتي منصورين
لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة. وأيضا يعني في كتب أخرى من الأحاديث، مثلا على سبيل المثال في حلة الأولياء جاءت صيغة يحدث فيها أبو نعيم، يقول: لا يزال أهل المغرب ظاهرين لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة. لحد الآن يعني شفنا أنه نتكلم عن ثلاثة مجموعات من الناس، مجموعة ذكرت أنها في بيت المقدس، ومجموعة ذكرت أنها على أبواب دمشق، وهذه الصيغة تتكلم عن مين؟ عن أهل المغرب. ومتن الحديث يعني يقترب من نفس الشيء. في صحيح ابن ماجه أيضا يعني جاءت رواية طويلة قليلا، ولكن نقرأ منها. يعني دعونا نقرأ الرواية في صحيح ابن ماجه، جاء فيها كما قلنا: زويت لي الأرض حتى رأيت مشارقها ومغاربها، وأعطيت الكنزين الأصفر أو الأحمر والأبيض، يعني يا أما الأصفر يا أما الأحمر مع الأبيض، يعني الذهب والفضة، وقيل لي أن ملكك حيث زويت لك، وإني سألت الله عز وجل ثلاثا أن لا يسلط على أمتي جوعا فيهلكها به، أن لا يسلط على أمتي جوعا فيهلكها به عامة، يعني هذه الشغلة الأولى، وأن لا يلبسها شيعا ويذيق بعضها بأس بعض، وأنه قيل لي: إذا قضيت قضاء فلا مرد له، وأني لن أسلط على أمتك جوعا فيهلكها فيه، ولن أجمع عليها من بين أقطارها حتى يفني بعضها بعضا ويقتل بعضها بعضا، وإذا وضع السيف في أمتي فلن يرفع عنهم إلى يوم القيامة، وأن ممن أتخوف على أمتي أئمة مضلين، وستعبد قبائل من أمتي، وستعبد قبائل من أمتي الأوثان، وستلحق قبائل من أمتي بالمشركين، يعني قسم من أمة سيدنا محمد ستعبد الأوثان، وقسم آخر سيلحق بالمشركين بمعنى يواليهم، وأن بين يدي الساعة دجالين كذابين قريبا من 30، كلهم يزعم أنه نبي، ولن تزال، هلا هنا تأتي الرواية، ولن تزال طائفة من أمتي على الحق منصورين، لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله عز وجل. هذه الرواية يرويها ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي رواية صحيحة جاءت في صحيح ابن ماجة. طيب أيضا إخواني هناك صيغ من نفس الحديث، يعني نروي منها من مجمع الفتاوي، جاء فيه عن ابن تيمية في مجمع الفتاوي أنه: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم إلى قيام الساعة. هذه صيغة جاءت في مجموعة الفتاوي. صيغة أخرى أيضا في مجموعة الفتاوي جاء فيها: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خالفهم إلى قيام القيامة، إلى يوم القيامة، هناك إلى الساعة، هنا إلى يوم القيامة. وصيغة أخرى جاء فيها: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة. وصيغة أخرى أيضا في الجواب الصحيح يحدث فيها أيضا ابن تيمية، يقول: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرة على الحق، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة. في زاد المعاد أيضا يحدث ابن القيم في صيغة صحيحة، يقول فيها أنه: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة. وفي صحيح ابن ماجه يعني جاءت صيغة يحدث فيها قرة بن إياس بن هلال، يقول:
لا تزال طائفة من أمتي منصورين لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة. يعني هناك صيغ كثيرة جدا في كتب الحديث تتكلم في نفس المعنى. أنا اخترت بعض الصيغ رويتها. القسم الأولاني اللي رويناه يعني إسناده صحيح ورجاله ثقات، وجاء في الصيغة في المتن تتكلم في تقريبا نفس المتن، ولكن في زيادة في المتن عن باقي الصيغ التي رويناها، مثل الروايات اللي جاءت في صحيح مسلم والبخاري وغيرها. في هذه الصيغ الابتدائية تذكر بيت المقدس، وهناك صيغ كما قلنا تذكر دمشق، وصيغ تذكر المغرب أو أهل المغرب. فبغض النظر إخواني، يعني إذا كانت تذكر أهل الشام فنحن نعلم إنه بيت المقدس هي جزء من بلاد الشام. والمغرب إخواني هناك من اختلف في معنى المغرب، البعض يقول إنه مغرب المدينة ومنها بلاد الشام، والبعض قال لا، هي المغرب الموجودة في قارة إفريقيا من مصر، تونس، الجزائر، ليبيا ومراكش، هذه هي المقصد منها بيت أو المغرب. وكما قلنا هذا لا يضر، لربما كانت هذه الفئة المنصورة الصابرة التي تحتسب أجرها على الله سبحانه وتعالى إلى آخر الزمان، إلى يوم القيامة، إلى الساعة، لربما كانت في أكثر من مكان، لربما كان جزء منها في بيت المقدس وجزء آخر في بلاد الشام وجزء آخر في المغرب، ولا يضر، لا يضر. إلا أنه إخواني نعلم أنه أهم مجموعة بشرية قصدت بهذه الأحاديث إنما هي المرابطون في بيت المقدس وفي أفناء بيت المقدس، في الأرض المقدسة، في الأرض المباركة. وكما رأينا إخواني هذه الأحاديث تتكلم أن كل أو الجميع يتخلى عن هؤلاء المرابطين المحتسبين أجرهم على الله سبحانه وتعالى في رباطهم في هذا المكان. ولعلنا إخواني إن نظرنا حولنا في هذه الأيام سنجد أننا في زمان تقريبا نقول والله أعلم ولا نجزم، ولكن ما نرى أن الجميع قد تخلى عنا، الجميع قد تخلى عنا. ومن هؤلاء يعني آخر الحلقات شفنا أنه بلاد الحرمين اللي بتسمى السعودية حاليا، يعني هي كانت شريكة رئيسية في إبرام صفقة القرن، وصفقة القرن تكلمنا عنها في درس كامل وقلنا أنه فيها ما فيها من مكر وخداع لا بيت المقدس ولا المسجد الأقصى المبارك. عشان هيك إخوان نحتسب أجرنا على الله ونقول لا حول ولا قوة إلا بالله وحسبنا الله ونعم الوكيل. هنا إخواني من الضروري جدا، مع أنه إحنا تكلمنا في هذا الباب وفي هذا المعنى، ولكن من الضروري أن نذكر في معنى الرباط. يعني قلنا أن الرباط هي كلمة شرعية نأخذها من قال الله وقال الرسول، وليست مصطلح يعني نتكلم فيه من اعتقادنا ومن ظننا، إنما هي كلمة شرعية في اللغة. الرباط من ربطة، وبنعرف شو الربط، انك انت يكون في عندك شيئين شو تسوي، تربطهم الواحد بالتاني، هذا هو الرباط. وفي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم لما قال ألا أدلكم على ما يرفع الله به الدرجات ويحط به الخطايا، قالوا بلى يا رسول الله. شو قال؟ قال إسباغ الوضوء، أي نعد إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة. هي ثلاث أمور ذكرها الرسول عليه الصلاة والسلام، وكلها تتعلق بإيش؟ بالصلاة، إنك أنت بدك تسبغ وضوءك وتكثر خطواتك إلى المسجد، وهناك يعني تنتظر من صلاة إلى صلاة، يعني تصلي وتنتظر في مصلاك حتى تصلي مرة أخرى. هون شو بكون هذا الانتظار؟ شو هو؟ ربط ما بين الصلاتين اللي أنت انتظرت بيناتهم، تربط الصلاة الأولى بالصلاة الثانية. فيقول صلى الله عليه وسلم فذلكم الرباط. يعني شو الرباط؟ أنك تسبغ وضوءك، تأتي إلى المسجد، تصلي صلاة، ثم تنتظر صلاة أخرى
يعني هذا الانتظار إنما يكون بتسبيح، تكبير، تلاوة للقرآن، ذكر لله سبحانه وتعالى، أمر بمعروف، نهي عن منكر، الجلوس في حلقة علم، وهكذا تنتظر الصلاة ثم تصلي، فتكون هنا أنت مرابط. هذا في التعريف. وكما تكلمنا وحدثنا في الحديث، قلنا أنه صلى الله عليه وسلم علمنا أنه المسجد الأقصى هو مسجد الرباطات، يعني أهم الرباط إنما يكون في المسجد الأقصى. ولا يمنع إخواني أن يكون الرباط أيضا على الثغور، يعني اللي بيقاتلوا في سبيل الله ويرابطوا على الثغور، هذول شمالهم أيضا مرابطين، هذا نوع آخر من الرباط. ففي أن الرباط في المساجد، وفي أن الرباط على الثغور. هل الرباط في المساجد؟ قلنا إنه إحنا نتكلم في هذه الحديث اللي تكلمنا عنها، إنه في جماعة من أمة سيدنا محمد راح تتمها ظاهرة مرابطة، يعني منتصرة ثابتة على أمر الله، وفي رباطها يعني في عمارتها للمساجد، وتكلمنا أنها في بيت المقدس. فكأنه صلى الله عليه وسلم يعلمنا إنه في آخر الزمان ما سيتبقى من الرباط شو هو؟ هو الرباط في المساجد. يعني نسأل الآن إخواني، يعني ديار الإسلام والمسلمين، هل هناك ثغرات على حدودها؟ هل هناك من يرابط على الحدود حتى يحمي هذه الحدود من أعداء الله؟ من أعداء الله؟ ما نرى إخواني أن من يرابط على هذه الحدود إنما كي يمنع المسلمين من دخول هم إلى قطر آخر مسلم. وقلنا إنه هذا من ناحية شرعية هذا حرام، يعني لا يجوز أن تمنع المسلم البول لا إله إلا الله محمد رسول الله أن ينتقل من جزء من ديار المسلمين أو جزء من ديار المسلمين إلى جزء آخر من ديار المسلمين. ديار المسلمين يجب أن تفتح فيها الحدود، فلا ثغرات على الحدود بين ديار الإسلام. فلا أقول إنه هذا مرابط إذا كان هو موجود، وأقول عنه شو عماله؟ عماله بمنع المسلمين من العبور من مكان إلى مكان آخر. يعني لو جينا على سبيل المثال للحدود اللي موجودة بين السعودية والأردن، لما يجي واحد على حدود الأردن، على حدود السعودية، يقول لواحد من الأردن ممنوع تدخل، ممنوع. وهذا شو بقول لك؟ أنا بدي أذهب أحج، بقول له لا ممنوع. فشو بنقول؟ إنه هنا يعني كان هذا الإنسان من أظلم الناس، لأنه منع مسلم أن يأتي مسجد من مساجد الله ويذكر اسم الله سبحانه وتعالى. عشان هيك إخوان نقول الآن، أين المرابطين على الثغرات؟ الثغرة أو خلينا نقول على الثغور، الثغور هي ما بين ديار الإسلام وإيش؟ ديار الكفر، اللي بردوا ضربات أو هجمات الكفار. أعطوني إياهم، فين موجودين؟ فين موجودين؟ يعني ما نرى اليوم إنه معظم الدول العربية والإسلامية الموجودة في المنطقة والت الكفار ومشيت في ركابها، ونقول حسبنا الله ونعم الوكيل. عشان هيك يعني لو إحنا أخذنا هذين النوعين من الرباط، الرباط على الثغور والرباط في المساجد، فسيكون أعظم الرباط في آخر الزمان هو الرباط في المسجد اللي بتسعى كل الدنيا، كل أعداء الدين، كل أعداء الإسلام إنها تحط إيدها عليه. إيش هو هذا المسجد؟ المسجد الأقصى. فنقول أعظم الرباط سيكون في آخر الزمان هو الرباط في المسجد الأقصى. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام في هذه الأحاديث شو ببشرنا؟ شو بنا بحكي لنا؟ بحكي لنا إنه إن شاء الله هؤلاء سيكونون منصورين، يعني سينصرهم الله سبحانه وتعالى. ليش؟ حتى يأتي أمر الله. شو يعني يأتي أمر الله؟ يعني يأتي الفرج، يأتي المهدي، ويأتي سيدنا عيسى وينصرهم وينتصر فيهم في آخر الزمان، حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. يعني سنبقى بإذن الله مرابطين. كما مرة إخواني، الرباط كلمة شرعية من قال الله وقال الرسول، وليست مصطلح دنيوي، هي كلام شرعي. سنبقى مرابطين بإذن الله في المسجد الأقصى حتى يأتي الفرج مع خليفة الخليفة العادل المهدي الذي سيأتي بالخلافة على منهاج النبوة، وهي المرحلة الأخيرة من مراحل
أنظمة الحكم اللي علمنا إياها الرسول عليه الصلاة والسلام بدأت بنبوة ثم خلافة ثم حكم جبري ثم حكم عاد ثم خلافة على منهاج النبوة. فستأتي هذه الخلافة بإذن الله على منهاج النبوة، وإحنا في بيت المقدس وأثناء بيت المقدس صابرين محتسبين. ما بهمنا كل اللي باعونا، ما بهمني مين باعني، وما بهمني انه الكل باعني، وما بهمني انه الكل تنازل عني. يعني انا احب ويعني ساسعد لما اعلم ان هناك زعيم عربي او مسلم او حتى خلينا نقول يعني وزير او خلينا نقول انسان مهم او حتى خلينا نقول اخ مسلم في مكان ما ينصرني بكلامه وبافعاله وبدعمه باي صوره من الصور. لما ينصرني ساسعد بهذا الشيء، ولكني اعلم ان فاعل الخير انما هو الذي يستفيد من هذا الخير. يعني اذا جاء حاكم عربي مسلم وقال انا ساقوم بدعم صمود المرابطين الموجودين في بيت المقدس، فنسأل من الذي سيستفيد؟ احنا اللي راح ندعم من هذا الزعيم العربي ولا هو اللي راح يستفيد؟ على الحقيقة هو الذي سيستفيد مش احنا. احنا قلنا ونقول واعلناها مرارا وتكرارا، احنا نقول قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا. احنا منقول في سورة الفاتحة اياك نعبد واياك نستعين، نحن نستعين بالله سبحانه وتعالى ونطلب العون منه سبحانه وتعالى، ولا نطلب العون من غيره، ولكن نقول للناس منهم كونوا على مستوى الطلب الرباني اللي الله سبحانه وتعالى امركم فيه انكم تنصروا المسجد الاقصى. ليه؟ لأنك في لحظة نصرتك للمسجد الأقصى إنما تنصر نفسك، كأنك تقول لله سبحانه وتعالى يا الله انصرني. إن تنصر الله ينصركم في أي ثغرة وفي أي عمل تقوم فيه تبتغي فيه مرضات الله سبحانه وتعالى، فتنصر الله بهذا اللي طلبه منك سبحانه وتعالى، كأنك تطلب النصر من الله سبحانه وتعالى لنفسك، لأن النصر إنما هو من الله وما النصر إلا من عند الله. يعني ما راح تنصرنا الزعامات العربية ولا راح تنصرنا جيوش العرب، المين راح ينصرنا؟ فقط الله سبحانه وتعالى. وهؤلاء الله يكرمكم، مش فاهم ابنك الله يجزيك الخير، هذا ابني الله يكرمك ويكرمه ان شاء الله ما شاء الله عنه. فقلنا لن تنصركم الجيوش العربي ولن تنصركم الزعامات العربية، من سينصركم؟ الله سبحانه وتعالى. إنما وما النصر إلا من عند الله. عشان هيك بنقول إخوان، من يريد أن ينصر المسجد الأقصى بأي طريقة من الطرق إنما يكون عماله بينصر مين؟ بينصر نفسه. يعني الخير في فعله لمين؟ لإله. وإحنا بنعرف ويجب أيضا هو أن يعلم إنه كل شيء من عند الله. قل كل من عند الله، ما في شيء خارج هذه الدائرة. أنا كإنسان سواء كنت فردي أو البشر مجتمعين واحد وراء الثاني أو الزعماء أو الحكام فيما عندهم من مال وجاه وقوة وسلطان، كلهم وكل ما عندهم شو منقول؟ منقول هؤلاء لا حول لهم ولا قوة، ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فما شاء الله، نحن لسنا أصحاب مشيئة إلا أن تتوافق مع مشيئة الله. لا قوة إلا بالله، نحن لسنا أصحاب قوة إلا أن يأتي المدد من الله سبحانه وتعالى. فلا مشيئة للعبد ولا مشيئة للبشر إلا بمشيئة الله، ولا قوة ولا حول إلا بقوة الله وحول الله. كان هيك إخواني نقول لهؤلاء، يعني لربما صار الوقت إنكم تصحوا من غفلتكم. إنتوا بتلهثوا وبتركضوا وراء إيش؟ بتركضوا وراء كراسي،
مصالح، نعم، أموال، تركض وراء ناس يعطوكم ويفعلوا لكم ويقدموا لكم الحماية، هذول اللي بتركض وراهم. وهل يستطيع هؤلاء أن يقدموا أو يؤخروا؟ يعني على سبيل المثال لما نيجي لاتفاقية اللي عقدتها السعودية مع أمريكا، كلمتين، النفط مقابل إيش؟ الحماية. النفط مقابل الحماية، ستعطيها خيرات البلاد مقابل إيش؟ الحماية. أنسي هؤلاء، أنسي هؤلاء أن الله سبحانه وتعالى أطعمهم من أن الله سبحانه وتعالى أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف؟ حماية، حماية من شيء أصلا هم اللي سووا، حماية من إيران حاليا. أنسي هؤلاء أن الله سبحانه وتعالى أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف؟ يعني الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم قال بحق إخوتنا في بلاد الحرمين أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فإن أنت خفت فوق الأمن الذي أعطاك إياه سبحانه وتعالى وطلبت الحماية من مين؟ من أمريكا، كأنك تقول أمريكا أقوى من الله، أمريكا أقوى من الله، كأنك تقول هذا الكلام وأنت لا تتكلم، لأنه الله سبحانه وتعالى أعطاك الحماية، بس أنت شو فضلت عليها؟ فضلت عليها حماية أمريكا. طيب نقول إنك أنت قلت أنا بدي أطلب الحماية من أمريكا، فماذا سيفعل سبحانه وتعالى معك؟ قلنا يا إخوان، الله سبحانه وتعالى لا يجبرك على عطائه، الله سبحانه وتعالى يريد أن يقدم لك الحماية ويريد أن يحميك، ولكن من كرمه أنه لا يجبرك على هذا الكرم، من كرمه أنه لا يجبرك على هذا الكرم، يعني لا يعطيك سبحانه وتعالى الحماية وأنت مجبر عليها تقول والله أنا غصب عني بدي أقبل حماية الله، يجب أن تختار الحماية. فلما تقول أنا سأطلب الحماية من غير الله، كأنك بتقول الله سبحانه وتعالى يا الله أنا ما بدي حمايتك، فمن كرمه أنه لن يجبرك عليه، شو بيسوي سبحانه وتعالى؟ بيسحب الحماية منك. شو بقول لك؟ افعلوا ما شئتم، سوي اللي بدك إياه، اعمل اللي بدك إياه، اعملوا ما شئتم. الله سبحانه وتعالى يعني أعطاك الفرصة إنك أنت تكون في حمايته وأنت رفضت هذه الحماية، فالله سبحانه وتعالى سحبها، مش عقابا، سحبها لأنك أنت اللي بدك إياه يسحبها. فأنت هنا شو صفيت؟ صفيت مع حماية أمريكا، وأمريكا إخواني بشر، بشر يخطئ ويصيب ويتغير ويتبدل ويتحول، يعني لحظة معك واللحظة الثانية مالها، بيصير عليك وبينقلب من الخير للشر وبتغير صفاته في كل لحظة من لحظات. في حين أن الله سبحانه وتعالى لما يعطيك شيء، نعلم أن الله سبحانه وتعالى بصفاته كامل مكتمل، لا تزيد ولا تنقص ولا تتغير ولا تتحول، إلا أن نتغير نحن في طلبنا لهذه الحماية ولهذه الصفة. عشان هيك لو إحنا بقينا على حمايتنا من الله سبحانه وتعالى لن تتغير هذه الحماية. عشان نقول إخوة إنه بلاد الحرمين على سبيل المثال لما عقدت اتفاقية الحماية مع أمريكا حتى نتحميها من عدو ظاهري، أصلا أمريكا هي اللي كبرت ونفخته، فهنا يعني انسحبنا من حماية الله سبحانه وتعالى، من حماية الله سبحانه وتعالى. طيب وإحنا يا إخواني شو منقول لهم؟ لا، منقول لهم عودوا لله، توبوا لله سبحانه وتعالى، إن أنتم عدتم لله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى غافر الذنب وقابل التوب. يعني الآن في هذه الليلة اخرجوا كلكم زعمات قيادات واخرجوا بقرار وقولوا احنا ما بدنا حدا يحمينا، ما بدنا حدا يساعدنا، احنا بدنا نعتمد على انفسنا، احنا طلبنا للمساعدة والعون والحماية والنصرة فقط من الله سبحانه وتعالى، بغض النظر يعني شو كان حوال بلادك، بغض النظر قديش كان ضعفك شديد وقديش كانت حاجتك قوية، ارمي حملك كله على مين؟ على الله سبحانه وتعالى. وهل أقوى من الله سبحانه وتعالى؟ وهل أكرم من الله سبحانه وتعالى؟ لا أكرم ولا أقوى ولا أعظم من الله سبحانه وتعالى.
فإن فعلتم الليلة هذا الأمر كلكم بنية خالصة سنصبح بإذن الله غدا صباحا منتصرين بقوته، إن تنصروا الله ينصركم. بس إذا كل دولة فينا شو عائلات أمالها؟ والله أنا يعني السعودية بتقول أنا خايفة من إيران من صواريخها، خايفة من اليمن ومن المد الشيعي اللي موجود فيها، خايفة من كذا. طالما إنه هي بتعقد اتفاقيات حماية مع أعداء الله، مع مين؟ مع أعداء الله، معناه هي تسحب نفسها من حماية الله سبحانه وتعالى، وهذا لا يجوز ولا يصح. لذلك الإخوان يعني إحنا نقول لهؤلاء عودوا لله سبحانه وتعالى، وإحنا في النهاية إخواني يعني نفس الشيء، أفراد إحنا هنا أشخاص عزل يعني مغلوبين على أمرنا، ومغلوبين على أمرنا في النهاية لأنه أنتوا تخليتوا عن المسجد الأقصى، أنتوا تخليتوا عن الأرض المقدسة بطريقة ما، أنتوا بعتوا الأرض المقدسة، بعتوا المسجد الأقصى، بعتوا بيت المقدس في فترة ما، أنتوا تعاقدتوا مع الشيطان وحلفه وحزبه ومضيتوا وتنازلتوا عن هذه الأماكن. فإحنا نتيجة هاي التنازلات وهي الاتفاقيات اللي كانت معقودة من الباطن تحت الطاولة، إحنا في هذا الكرب ومع هذا الشيء شو منقول؟ منقول حسبنا الله ونعم الوكيل، منقول إنا لله وإنا إليه راجعون، منقول قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، منقول الحمد لله رب العالمين. هذا الأمر من الله سبحانه وتعالى، وسنبقى نطلب حمايتنا من الله سبحانه وتعالى. يعني أي نعم، الله سبحانه وتعالى ما وعدنا بالحماية كما وعد بلاد الحرمين، ما وعدنا، إحنا في ديار اللي هي ثغرة من ثغرات الرباط اللي فيها الكرب والهم والغم. علم إنه هذا الهم وهذا الغم اللي موجود عندنا في الأرض المقدسة إنما هو وسيلة الله سبحانه وتعالى يرفعنا فيها درجات في الجنة. هذا نيشان يضع سبحانه وتعالى على صدورنا، لأن الرباط درجة عالية من درجات العبادة، حتى إنها في أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام يجعلها سبحانه وتعالى أعظم من الشهادة. يعني في حديث من أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام اللي قارن فيه ما بين أجر المرابط وما بين أجر الشهيد، شو بقول عليه الصلاة والسلام؟ بقول عن المرابط، أول شيء عن الشهيد، نبدأ في الشهيد، عن الشهيد شو بقول؟ إنه يغفر له مع أول رشقة من دمه. هذا فضل عظيم لمين؟ للشهيد الذي يقتل في سبيل الله. ويقول أنه يزوج بحوراوين من حور عين الجنة، ويقول عليه الصلاة والسلام أنه يشفع في 70 من أهله. يعني هذه ثلاث فضول موجودة لمين؟ للشهيد الذي قتل في سبيل الله. والمرابط، أما المرابط شو الفضول اللي الله سبحانه وتعالى أعطاه إياها؟ فيقول يزوج 70 حورة. يعني قارن الشهيد له حوراوين، المرابط قديش في له؟ 70 حوراء في رباطه، 70 حوراء، يعني 35 ضعف أكثر من مين؟ من الشهيد. ويشفع ما كان يوم الحساب، يعني يستطيع أن يقف على يوم الحساب، يوم طوله تقريبا 50,000 سنة، ويتم واقف وينقي اللي بده يشفع له. وطبعا إخواني إن ارتضى سبحانه وتعالى له الشفاعة يشفع لهؤلاء. الشهيد لقديش بيشفع؟ 70 من أهله. أنت اللي ربما شفعت لمئات أو آلاف في يوم الحساب. فقيمة المرابط عند الله سبحانه وتعالى عظيمة جدا جدا جدا، عظيمة جدا. هذا نشان تفتخر فيه. فنحن على ما أصابنا من هم وغم ومصيبة وابتلاء في الأرض المقدسة نتيجة تفريط هؤلاء ببلاد الأرض المقدسة، بالبلاد المباركة، بالأرض المباركة، لما تخلوا عنها وتنازلوا عنها وباعوها وأدخلونا في هذا الكرب، إلا لازلنا نقول أن الثواب أعظم من إيش؟ أعظم من الكرب والهم اللي بنستشعره في وجودنا هنا، ونحتسب أجرنا على الله سبحانه وتعالى أن يعطينا هذا الثواب العظيم. يعني في المقارنة ما بين العبادات اللي بيقوم فيها الناس في الأماكن الأخرى وما بين ما يأتي في الرباط، الرسول عليه الصلاة والسلام وزن لنا موازين الرباط. شو بيقول عليه الصلاة والسلام؟
رباط يوم في سبيل الله. شو يعني رباط يوم؟ تكلمنا مع معنى الرباط. الرباط أن تأتي تصلي صلاة في المسجد الأقصى ثم تنتظر حتى تصلي أخرى فتربط صلاتين. إن أنت جئت إلى الفجر وانتظرت وصليت الظهر وانتظرت وصليت العصر وانتظرت صليت المغرب وانتظرت صليت العشاء، شو سويت؟ أنت مرابط يوم كامل. إذا أنت جئت على سبيل المثال المغرب وصليت العشاء، شو أنت ربطت؟ ربطت صلاتين، فأنت مرابط يعني جزء من الرباط في ذلك اليوم. يعني بدك تسوي العملية 4-5 أيام عشان تتجمع لك إيش؟ رباط يوم. يعني بيجي مغرب عشاء هاي في عنده 2 من 5، شو بده يسوي؟ بده يجي كمان يوم كمان يوم كمان يوم، شو بصير في عنده؟ رباط يوم كامل بجمع. هلا لما تقول وتوزن في الميزان عند الله سبحانه وتعالى رباط اليوم قديش بيساوي من العبادات؟ رباط يوم في سبيل الله. في سبيل مين؟ في سبيل الله. مش واحد والله جاي للمسجد لانه هاي الجمعيه او هاي الجماعه او هاي المجموعه او هذا الشخص شو قال له؟ قال له تعال رابط عشان اعطيك اجره الرباط. لا، انت شو بدك تيجي لمين؟ بدك تيجي في سبيل الله. فان جئت في سبيل الله وواحد قال لك تعال خذ لك هالشغله ولا ساعدك فيها، يقول لا باس، لانه في حديث الرسول عليه الصلاه والسلام ان جاءك فضل من اخيك فلا ترده، فان لم تكن بحاجته فادفعه الى من يحتاجه. ولكن النيه في هذا الرباط يجب ان تكون لمين؟ لله سبحانه وتعالى. رباط يوم في سبيل الله خير من صيام شهر او قيام، من صيام شهر وقيام. يعني في الميزان انك انت ترابط 5 صلوات في المسجد الاقصى افضل من ايش؟ افضل من صيام شهر وقيامه في غير الرباط، في غير الرباط. وفي رواية اخرى يقول عليه الصلاة والسلام خير من شهر صيامه وقيامه، ويقول في ايش في الزيادة؟ او سنة. يعني قد يكون ثوابك في الرباط مش بقيمة شهر من الصيام والقيام، بقيمة قديش؟ بقيمة سنة. وفي رواية خير من 1000 يوم فيما سواه من المنازل. يعني بيعطيك الرسول عليه الصلاة والسلام انه هذا الرباط يوم قد يمتد ثوابه لقديش؟ ل1000 يوم، يعني تقريبا 3 سنوات في الأعمال الأخرى مثل العبادات والصيام والقيام. في رواية يقول عليه الصلاة والسلام خير من الدنيا وما فيها. انك انت ترابط يوم واحد في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها كما علمنا الرسول عليه الصلاة والسلام. عشان هيك بنقول اخواني ان الرباط امر عظيم، نيشان يوضع على صدر هذا المرابط تفتخر فيه اهل السماوات، ويجب ان يفتخر فيه اهل الارض، ويجب ان تفتخر انت فيه، تفتخر وتقول انا ممن تكلم فيهم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وقال عنهم المرابطين في آخر الزمان المحتسبين أجرهم على الله، أنا ممن قال فيهم أنهم لن يهتموا ولن تتزعزع قلوبهم ولن تتغير تصرفاتهم لو تخلت عنهم الدنيا كلها، لو تخلى عنهم كل الحكام وتخلى عنهم كل الناس، سنبقى بإذن الله مرابطين. والرباط إخواني كما قلنا المجيء إلى المسجد الأقصى، وقلنا إخوان لو قام هؤلاء بإغلاق الطرق علينا منقول أيضا لا يضرنا، لا يضرنا. شو منسوي؟ حيث أغلقت الطرقات نتوقف ونصلي، فمنكون توقفنا حيث حبثنا العذر. وإذا أنت توقفت حيث حبسك العذر إن شاء الله تؤجر، كأنك وصلت لغايتك. إن واحد جاي للمسجد الأقصى يريد أن يصلي في المحراب، وقفوا شخص وقال لك ممنوع تدخل، محل ما قال لك هون وقف، شو بتسوي؟ تصلي لله سبحانه وتعالى كأنك تصلي في المحراب، فتأخذ الأجر. ويجب أن نستمر على هذا، هذا أمرنا. إحنا مش مطالبين بأكثر، هذا اللي بنقدر عليه، هذا اللي بنقدر نسويه، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذا وسعنا وهي طاقتنا وهي قدرتنا، وإن شاء الله سنبقى عليها حتى يأتي أمر الله ونحن كذلك بإذن الله. وفي الحديث بشارة إنه إن نحن استمرينا على هذا الحال
على هذا المنوال سيأتي أمر الله، سيأتي أمر الله، سيأتي الفرج بإذن الله ونحن كذلك. يعني لن يستطيع أحد أن ينتزع منا المسجد الأقصى ولا بأي حال من الأحوال. هذه بشارة. حتى لو خلينا نقول، لو قلنا إنهم أغلقوا علينا الأبواب وقالوا لنا ممنوع تدخلوه، المسجد الأقصى عندنا إحنا أمة سيدنا محمد هي كل الأرض المقدسة، كل بيت المقدس مسجد أقصى، كل الأرض المقدسة طرقاتها وسواحلها وأماكنها وبيوتها ومحلاتها كلها مسجد أقصى. حيثما نستطيع نصلي بإذن الله، وحيثما نستطيع نقترب نسدد ونقارب بإذن الله، وإن شاء الله نكون على هذا القدر من هذا الثواب في هذا الربا إن شاء الله. إخواني، يعني نتذكر إنه إحنا في بيت المقدس، يعني أمة أو مجموعة مخصوصة الله سبحانه وتعالى أعطاها الإمكانية إنها هي تكون من أهل الأرض المقدسة. نتذكر إخواني ونذكر بالحديث عنه صلى الله عليه وسلم الذي يتكلم فيه عن بلاد الشام ويقول: يا شام أنت صفوتي من بلادي. صفو، شو يعني الصفو؟ الصفو يعني أهم المنطقة. كيف تقول مصفاي بدك تصفي؟ هذه صفوة الله سبحانه وتعالى، هذه المنطقة اللي اختارها سبحانه وتعالى أهم المناطق. أنت صفوتي من بلادي، يعني من كل الأرض. لو سألنا ما هي صفوة بلاد الأرض عند الله سبحانه وتعالى، شو هي؟ بلاد الشام. وفضل بلاد الشام من الأرض المقدسة، وفضل الأرض المقدسة من المسجد الأقصى. يا شام أنت صفوتي من بلادي، إليك أجتبي خيرتي من خلقي، إليك أجتبي خيرتي من خلقي. يعني راح نقي ناس مخصوصين، إشي من بلاد الحرمين، إشي من اليمن، إشي من العراق، إشي من مصر، إشي من بلاد الشام، إشي من المغرب، إشي من موريتانيا، إشي من باكستان، إشي من الهند، وأجمعهم. فين أجيبهم؟ أجيبهم لهاي المنطقة اللي أنا نقيتهم أو بنقيهم إنهم يكونوا من أهل بيت المقدس. شو في عندهم؟ هدول إليك أجتبي خيرتي من خلق، هدول خيرة خلق الله، خيرة خلق الله، الله سبحانه وتعالى اجتبهم. ولربما يا إخواني، لربما الله سبحانه وتعالى يختار على سبيل المثال إنه هو يحضر إنسان قبل مئات السنين عشان شو يسوي؟ عشان يتناسل ويأتي شخص مخصوص من أولاده أو أحفاده أو أحفاد أحفاده، شو يكون؟ يكون من أهل بيت المقدس ومن أهل الأرض المقدسة حتى يعطيه هذا الثواب العظيم. هذا الشيء إخواني ممكن ومحتمل، هذه تدابير الله سبحانه وتعالى. فيقول عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي: إليك أجتبي خيرتي من خلق. حتى أني أنا أكون من خيرة خلق الله، شو لازم أسوي؟ لازم أقبل. قلنا الله سبحانه وتعالى لا يجبرني على أنه أنا أكون من خيرة خلقه. شو لازم أسوي؟ لازم أقبل أني أكون من خيرة خلقه. طب كيف بقبل أني أكون من خيرة خلقه؟ أني أنا أكون على الثغرة اللي أنا موجود فيها في الأرض المقدسة. شو هي الثغرة اللي بكون موجود فيها في الأرض المقدسة؟ في رباطي في المسجد الأقصى. فرباطي في المسجد الأقصى هي قبضتي في المسجد الأقصى، هي قبولي، إعلاني لقبولي إني أنا بقبل إني أكون من خيرة خلق الله. أما إنسان الله سبحانه وتعالى اجتباء إلى المسجد الأقصى، اجتباء إلى الأرض المقدسة، اجتباء إلى بلاد الشام، وكان حظه إنه هو يكون بيته، خلينا نقول، على عتبات بنيان المسجد الأقصى، وأذن المؤذن، وشو سوى؟ تم قاعد جوا بيته وما دخل إلى المسجد الأقصى. منقول هذا الإنسان قبل هاي الخيرية الله سبحانه وتعالى أعطاه أن يكون خيرته من خلقه ومن عباده؟ نقول لا، ما قبل. فالله سبحانه وتعالى يقول: يا شام أنت صفوتي من بلادي، إليك أجتبي خيرتي من خلقي، فمن سكنك فبرحمتي. وهون الرسول عليه الصلاة والسلام لما يعني هاي الكلمة فمن سكنك، السكينة، الطمأنينة، نحن بإذن الله في الأرض المقدسة، في بيت المقدس، في الأرض المباركة، قلوبنا مطمئنة إنه مهما حدث معنا
ومهما حدث في الأرض المقدسة بغض النظر شو بده يصير وبغض النظر هذا الشيء قد الصعب، فقلوبنا مطمئنة إنه في لنا أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى، أجر عظيم جدا 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 عند الله سبحانه وتعالى. يعني الأحاديث اللي هنتكلمنا فيها إخواني بخصوص الرباط، يعني جاء فيها ذكر بعض الثواب اللي موجود، القيمة العظيمة اللي موجودة في رباطك، قيمة اللي موجودة في رباطك. شو بقول عليه الصلاة والسلام؟ بقول ومن مات فيه، يعني في يوم الرباط، ومن مات فيه طلع أول إشي وقي فتنة القبر، وقي فتنة القبر، ما في عليه عذاب قبر. شو بقول عليه الصلاة والسلام؟ وأجري عليه عمله الذي كان يقوم فيه. يعني بنعرف كل ميت يعني تطوى صفحته وتعلق في رقبته، إلا ناس مخصوصين مثل اللي فيه لهم صدقات جارية، ومثل المرابطين. المرابط بتتم صفحته مفتوحة، بيجي ملك على آخر صفحة موجودة عندك، شو بيسوي؟ موجودة عندك، شو بيسوي؟ بتطلع على كل أعمال الخير اللي انت سويتها في اليوم اللي انت متت فيه. شو بيسوي؟ بنسخها نفسها على صفحة جديدة كل يوم، بنسخ لها الصفحة. شو معناه؟ معناه كأنك حي وبتشتغل في الخير اللي كنت تشتغل فيه في أيامك أو في آخر أيامك اللي انت كنت عايشها في رباطك، بيسجل لك إياه على صفحة كل يوم، صفحة جديدة. فشوف لما تلقى الله سبحانه وتعالى قديش كتابك وبده يكون في صفحات، كتابك وبده يكون في صفحات كلها من أعمال الخير. فوقي فتنة القبر وأجري عليه عمله الذي كان يقوم فيه، بعدين ورزق بأرزاق من الجنة، يعني يخرج ملك مخصوص إلى الجنة. وشو بدور؟ بدور شو فيها أرزاق جديدة من عند الله سبحانه وتعالى، بلم لك هاي الأرزاق وفين بيجي لك إياها؟ بيجيب لك إياها على قبرك وانت موجود في قبرك، فيصبح قبرك روضة من رياض الجنة. فهنيئا لمن مات في يوم الرباط، في يوم كان يصلي فيه في المسجد الأقصى، صلى فيه في المسجد الأقصى ورابط فيه في المسجد الأقصى، هنيئا له. ويقول عليه الصلاة والسلام وريح برياحين من الجنة، يعني ملك آخر بخرج للجنة، شو فيها؟ عطور، رياحين، شو فيها؟ شيء رائحته زاكية طيبة. شو بسوي؟ بجيب لك إياه هذا الطيب إلى قبرك، يعني تتطيب فيه وتتعطر فيه كل يوم يوميا. ويقول عليه الصلاة والسلام ونمي له عمله الذي كان يقوم فيه. وهذه كما تكلمنا إخواني في دروسنا السابقة، هذا من أعظمها وأفضلها على الإطلاق. من شو بيجي؟ بيجي ملك، يعني قلنا في ملك بيأخذ آخر صفحة بنسخها، ملك آخر شو بيسوي؟ مش بيأخذ آخر صفحة، بيأخذ كل الصفحات، كل الخير اللي موجود عندك، يعني الحسنة اللي موجودة بتصير كأنها بذرة، وبيأخذها هاي كل الحسنات كأنها بذور ويزرعها وينميها، يعني بتكبر كل حسنة ديش بتصير أضعاف مضاعفة، لربما مئات لربما آلاف، الله سبحانه وتعالى أعلم قديش بتصير كل حسنة. فلما تنمو هاي الحسنات شو بسوي؟ يحصدها، مش برجعها على دفترك، لا، الحصيدة اللي صارت أكبر شو بسوي؟ بعود بزرعها، ولما تنمو بعود بحصدها وبزرعها وبحصدها، وبتنمو في هذه العملية لأيمتان؟ إلى يوم القيامة. معناه قديش بتصير حسناتك؟ اتصور إخواني بذرة قديش بتصير، فما بالك لما يكون في عندك حسنات وعمالها تنزرع وبتعمل تنزرع كمان مرة وكمان مرة إلى يوم القيامة. عشان هيك المرابط يوم القيامة يأتي بميزان حسنات ثقيل جدا، لدرجة أن الملائكة لا تعلم أين تضعه في الجنة، ما بتعرفش الملائكة تحتار. هذا البني آدم عنده حسنات عظيمة جدا 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 لأنه كان من المرابطين، فتحتار أين تضعه. فمن أجل ذلك سبحانه وتعالى شو قال؟ قال عن هؤلاء أنهم يوم القيامة يقولون وقالوا الحمد لله، ليش؟ الذي صدقنا وعده. الوعد فيه إنه إحنا إن شاء الله نكون من أهل الثواب في رباطنا في الأرض المقدسة، وأورثنا الأرض، الأرض المقدسة، وأورثنا الأرض، نتبوأ من الجنة حيث نشاء. يعني كأنه الملك بيقول لهذا الإنسان أنت ميزان حسناتك
ثقيل جدا جدا جدا، ادخل نقي المنطقة والدرجة اللي بدك اياها داخل الجنة، وباقي الناس شو بدها تكون؟ كل ملك بده يحطها على درجتها، انت اجلس هون، انت الك كذا، انت حصتك كذا. اما المرابطين اللي كانوا مرابطين بايش؟ بنية خالصة لوجه الله، رباط يوم في ايش؟ في سبيل الله، خالص رباطهم في سبيل الله. هؤلاء يحمد الله سبحانه وتعالى انه صدقهم وعده واورثهم الارض، يتبوؤون من الجنة حيث يشاءون. فهذه من اعظم اخواني النعم التي يتنعم فيها اهل الرباط، انهم يختاروا درجة. نضيع على انفسنا؟ منضيع هذا الاجر العظيم على نفسنا؟ عشان هيك اخواني يجب ان نهب وناتي الى المسجد حتى نصلي ونرابط فيه. هذا عملنا، هذا من اهم الاعمال. ليه؟ لانه هي مصلحتنا. وبغض النظر قديش الشغلة صعبة، قديش فيها تنكيد، نعرف اخوان يعني كل واحد بيجي للمسجد الاقصى راح يحطوا امامه عراقيل، راح يصعبوا حياته، وراح يطلعوا له في طريقه وفي حياته موت مش 100 مشكلة ومشكلة، راح يطلعوا دوائر الضريبة، راح يغلبوا في التأمين الوطني، راح يغلبوا في معيشته كلها، راح يمنعوا انه هو يتقدم في حياته. يعني العراقيل اللي راح يحطوا له اياها لانه من المرابطين الاتقياء الانقياء راح تكون لها اول ما لها نهاية. بنسأل ومع هذا ايهما افضل؟ انك انت تصبر على هذه العراقيل وعلى جلف على شدة المعيشة، ام انك انت تقول لا انا بدي اتخلى عن الرباط وبدي اعيش حياة سهلة؟ انا احسن لك انك تصبر عليها، معناه انك انت تلقى هذا الاجر اللي احنا تكلمنا عنه عند الله سبحانه وتعالى، وهذا اعظم وافضل. عشان هيك نقول انه بغض النظر ماذا وكيف وماذا فعل هؤلاء وماذا وضع هؤلاء من عراقيل وصعوبات، وكم كان مقدار التعب والأسى والكبد والهم والغم اللي أنا بكابده حتى أني أنا أوصل المسجد الأقصى، شو بدي أسوي؟ بدي أجي بغض النظر هذه الشغلة متعبة، شو بدي أسوي؟ بدي أجي على نفسي وأجي. ونذكر إخواني أنه الصالحين اللي قبلنا شو كانوا يقولوا؟ كانوا يقولوا هؤتوا المساجد عروجا أو كسارى ولا تنتظروا الشفاء، فإن انتظار الشفاء مضيعة للوقت. يعني إذا أنت كنت مريض جرجر حالك وتعال، مش مشكلة، فما بالك لو كنت معافى، كنت صحيح، ما كان في عندك أي مشكلة. إذا كان مطلوب من المريض أنه هو يأتي. وأنا نتذكر إخواني أنه الأعمى اللي جاء للرسول عليه الصلاة والسلام يسأل أن يعذر أن يأتي على صلاة الفجر في الجماعة، الرسول عليه الصلاة والسلام شو سأله؟ قال له أتسمع النداء؟ قال له نعم. قال له عن النداء؟ قال له نعم. قال له فإذا لا أجد لك عذرا. الرسول ما لقى عذر لإنسان كفيف أعمى إنه يقول له خليك صلي في بيتك، مش إنه ما تصليش، لا صلي في بيتك. ما عذروش، قال له لا تعال الجماعة مع إنك أعمى. فما بالك إخواني إحنا وإحنا نرى ونسمع، قوتنا معنا، وإحنا في زمان الطرقات معبدة ومنارة ومعنا سيارات، وحتى في ناس عندهم سيارات صغيرة بيقدروا يوصلوا لباب المصلى مش لباب المسجد. فما بالك إخواني إحنا في هذا الوقت، هم لو أشلت الدنيا بيتغرقوا، إحنا والحمد لله في عنا يعني 100 طريقة حتى نحتمي من المطر، ومية طريقة حتى نحتمي من الشمس، ومية طريقة أنه نمشي في الطرقات. يعني في عنا كل الشغلات اللي محتاجها حتى ننتقي كل هذه الأمور. عشان هيك نحن نقول وما في عنا أعذار نتعذر فيها أنه إحنا مش قادرين نيجي للمسجد الأقصى، لابد من المجيء إلى المسجد الأقصى. وعلى الحقيقة، على الحقيقة لو أهل بيت المقدس داخل السور لوحدهم أجوا لصلاة الفجر فقط، نقول للآباء فقط، فعلى الأقل على الأقل من داخل السور يجب أن يكون هناك على الأقل 5000، بين 5000 ل 10000 بني آدم
لأنه في بيت المقدس داخل السور 30,000 بني آدم، خلينا نقول نصهم من الساعة 15، ويمكن كمان نصهم أطفال ما بيقدروا يجوا. هاي صار في عندك 7-8,000 بني آدم لازم يجوا. لو من داخل السور فقط كلهم التزموا وجاءوا للمسجد الأقصى، هذا المصلى القبلي بيتسع فقط لخمسة آلاف مصلي، يعني سيمتلئ هذا المصلى، سيمتلئ عن بكرة أبيه. فما بالك لما نتكلم عن يعني حوالين البلدة القديمة، ضفنا لهم مثلا الطور ووادي الجوز والصوانة وراس العمود والمناطق القريبة عليها، يعني سيكون في عنا على الأقل 20-30,000 بني آدم موجودين داخل الصلاة في كل الصلوات. أما إذا إحنا بدينا نعد اليوم الجمعة على سبيل المثال على صلاة الفجر، لربما كان هناك بحدود 12 صف أو 13 صف، يعني نتكلم عن بين 1,000-1,500 بني آدم، وهدول يعني ما بدك تيجي تحصيهم لربما أكثر من نصفهم من الخارج، يعني بيجونا من مناطق بعيدة، أكثر من النصف ربما تلتينهم موجودين من الخارج، بيجونا من حيفا ويافا وعكا ومن ناصرة ومن أم الفحم. فالمسجد الأقصى إخواني نقول أولا في خطر، ثانيا نقول المسجد الأقصى ثغرتك ومجال رباطك وثوابك العظيم عند الله سبحانه وتعالى، فلا تتخلى عن هذا الثواب ولا بأي حال من الأحوال. ويجب أن نقوم بالمجيء إلى المسجد الأقصى في كل الأحوال حتى نصلي فيه، حتى نحصل على هذا الثواب العظيم بإذن الله سبحانه وتعالى. وقدرنا إخواني لو فعليا الناس ملتزمة، المسلمين اللي معهم هويات زرق فقط ملتزمين، يعني التزام، خلينا نقول بدناش نقول التزام كامل، التزام جزئي، قلنا انه يوجد من حملة الهويات الزرقاء تقريبا 1,800,000 بني آدم بيحملوا الهوية الزرقاء. لو التزموا، خلينا نقول كل واحد فيهم التزم في يوم في الشهر، مش أقول أكتر، انه يخصص هذا اليوم للمسجد الأقصى، يعني يقسم 1,800,000 على 30 يوم، بيطلع في عندك يوميا تقريبا 60,000 مصلي على طول الشهر. إذا كل واحد فينا التزم أنه يعطي المسجد الأقصى يوم في الشهر، وهل هذا عزيز عليك أنك أنت تعطي يوم في الشهر للمسجد الأقصى؟ أسألكم بالله، أكم من يوم تطلع على شت يافا ولا عكا ولا على مثلا طبرية ولا المناطق بتشم فيها الهواء، أكم من يوم تعطي نفسك إجازة؟ وهذا بيت الله سبحانه وتعالى، أنه أفضل أنك أنت تعطي نفسك إجازة تطلع فيها تشم الهواء، ولأنك تعطيها لله سبحانه وتعالى، لبيت الله سبحانه وتعالى. فما بالك لو أعطينا يومين في الشهر، لما تقول يومين في الشهر بيقفز الرقم من 60,000 ل 120,000، لما تقول 3 أيام بيقفز ل 180,000 على مدار الساعة. 180,000 يعني المصلى، مش المصلى، المسجد يقترب من الامتلاء. ونسألكم بالله لو هلأ اليهود وهم على باطل، اليهود وهم على باطل قلنا لهم تعالوا خذوا مفاتيح المسجد ادخلوا له، قديش راح نشوف منهم يوميا؟ راح نلاقي انه المسجد امتلأ عن بكرة ابيه وهم على باطل. هم بالكم وانتم على خير وانتم على حق وانتم خير امة اخرجت للناس، يعني نفرط بالمسجد الاقصى ونحن خير الامم وهو خير البيوت، هذا من خير البيوت على وجه الارض. عشان هيك اخواني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يردنا إليه ردا جميلا، وأن يعلمنا ما ينفعنا. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وقنا شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق سبحانك ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا يا مولانا فإنك علينا قادر، والطف بنا بما جرت به المقادير. اللهم انصر أقصانا وشافي جرحانا ومرضانا، واطلق سراح أسرانا، وانصرنا على من عادانا. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا، ولا تغادر منهم يا مولانا أحد.
اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين، وصلى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله يجزيكم الخير. لا إله إلا أنت سبحانك.